كثيرا ما تتعرض النساء للعديد من الأمراض التي قد تشكل خطرا على حياتها، والتي تعود أسبابها بالمقام الأول إلى غياب الثقافة الصحية المشددة على أهمية الفحص الدوري قبل الإصابة، والمساعدة كذلك على ارتفاع نسبة الشفاء التام بعد اكتشاف المرض في مراحله الأولية، ومنها على سبيل المثال أورام الرحم أو الأورام الليفية، وهي عبارة عن كتل صلبة مختلفة الأحجام تنمو من أنسجة العضل الأملس الموجود في الرحم بشكل غير منظم، محاطة بطبقة سميكة من الألياف آخذة عدة أشكال متنوعة، فمنها ما ينمو خارج جدار الرحم أو داخل تجويفه، ومنها ما ينمو بين عضلات جدران الرحم. تعتبر الأورام الليفية في الرحم من الأورام الحميدة التي لا تشكل الإصابة بها أي مخاطر قد تؤدي إلى تحولها لخلايا سرطانية إلا في حالات نادرة، بيد أن الإصابة بها تسبب تغيراً في شكل الرحم لا يمكن ملاحظته إلا أثناء القيام بفحص نسائي كمتابعة الحمل. تخشى الكثير من السيدات من مضاعفات العمليات الجراحية لاستئصال الورم الرحمي أو استئصال الرحم في الحالات التي تستلزم ذلك، فيلجأنا إلى بدائل علاجية أخرى كاستخدام الأعشاب الطبيعية أو النظام الغذائي وغيره. بالرغم من أن ليس كل ورم ليفي يستدعي التدخل الجراحي، بل منها ما يكتفى بمراقبته ومتابعته أو إعطاء العقاقير للتخفيف من أعراضه. ومع التطور المتسارع في مجال الطب تم استحداث أساليب علاجية حديثة غير جراحية، والتي تهدف لعلاج الورم نفسه مع المحافظة على فرص الحمل والإنجاب.